واش لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بكامل الصحه والعافيه. المهم اليوم ان شاء الله غادي نوريكم اليوم الروتين ديال الخدمه. حنا دابا راه خرجنا مع 12 وغادي انا وهاد السقع هذا. لا سعيد هذا سعيد غادي للخدمه. غادي نتغدى دوبيا ولا دس نضربوا اللوبيا ولا دس. خطبت انا خطبه زوينه اليوم اللي بعده بغنجري عليك. المهم هانتوما معنا، هانتوما دابا شنو غنضربوا؟ غنضربوا اللوبيا. اللوبيا ولا العدس؟ العدس بزيت العود. انا بغا العدس بزيت العود، انا بغا اللوبيا اليوم. الطواليط. المهم هانتوما معنا دابا اخوتي، بقاو تبعوا الفيديو ان شاء الله نتمنى يعجبكم. طبيعة اش في البحر؟ اش غدير في البحر؟ تهبل سير سير اخويا عوم انت. لا اسمع عوموش، لا اسمع عوموش، نعوم نعوم. يلا عوم انت الاول نتبعك انا. يلا نعوم سقع. المهم احنا قربنا عند مول اللوبيا. مول اللوبيا وليت كنقول لها مول اللوبيا. مول اللوبيا صافي، مول اللوبيا. اش عنده؟ راه عنده اللوبيا والعدس والحمص. استنى اللوبيا والعدس غير مرقع. انا عارض عليك اسيدي. بارك الله فيك. اني ما كاينش اللي تقالت عليك خفافت عليا. بارك الله فيك. اش بغيتي؟ خطبت. خطبتي؟ خطبت زوين. شوف قالوا لك خطب، شوف شوف هذا السيد قال لك خطب. خطبت. صغار. شوف اش بغيتي؟ اللوبيا مع الحار ولا العدس اللي مع الحار؟ زيت الحار وزيت العود. زيت العود صافي يكون هاني. هذاك الشيء اللي بغيتي حتى ان شاء الله غادي. راه واحد جوج عدوسه. جوج عدوسه. عدوس عدوس جوج عدوس. صغار 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 جوج. هذا هذا تبسيط عدس. وين عدس؟ صوب 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 ماشي مشكل. يلاه هذا كاين زعما راه بيا والسبعينات كانت انا السبعينات كما شتو خوتي هو بارك يضرب ليا. قلبتيها من اللوبيا بقيت شويه غير اللوبيا. والله صافي شفت بغيت شفت مرا مرا كتوحم. شنو توحم؟ مرا كتوحم انت مرا مرا سكاع ضرب لي اللوبيا مع راسك. عصير ديسير ديسير اكل اكل اليوم تصوح الطواليط. يا بسم الله. أكلة شهية. أكلة شهية طبيعي. ربطة. ربط راسك هذا ما ممنوهوش. المال اللي ما عندوش هذا ما ممنوهوش. كل ولدي كل كل بغيت اسكت. البنان مستسير بنان مزيان. الماكله اللي زوينه كناكل. خذ لينا الديسير. واحد باقي حاصل. بقى حاصل. باباك ما تجبد لي يدك. نجيبك.
ديك الساعه خذ لك ثلاثه البيضات منك خذ جوج بزاف بزاف عليك 150 ماشي مشكل درتي لي جفيتي اش كدير ودير اتاي يا صاحبي المقله ديال البيض هاد الماكله هي جفيتي باقي فيه المخ عرفتي اش غدير بلاتي بلاتي حيد حيد صافي اجل ادير دابا خاصك تخلص ياك شنو ندير سير دابا عطيها نعطيها لخوك الله يخليك قول لي الله يخليك شنو غيقول لك يلاه الله يعاونك زوين الشيء شحال كاين 180 ياك 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 على حسابك ان شاء الله اه بسم الله بسم الله أراد خذ جوج كيلو صح أربعة حساب جوج جوج شفتو صغير صب صب أنا كنقول دابا كنقول لك أنا هذا المخ هذا المخ هذا كناكلوه أه من بعد من بعد الخاوي شغندور لي الخاوي نعطي مولاه باش يعطيني الكرانتي ديالو بصح خاصك ترجع لي الخاوي خاوي زعما خاوي عطيني درهم يلا نرجعو هاد الدرهم عطيني درهم 25 جري عليك مسقوط كوزع في حالاتك درنا نروحو في الجردة نروحو في الجردة لا حشومة ما خصناش نلوحو الزبل في الجردة شوف شي طار هنا ولوحو فيه صافي كملتيها ساليتيها يلا نشوفوك وين غتلوح هاد الزبل هذا لا 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 والله العظيم ما عندك شي عقل بدنا لك لوح الزبل هنا انت شتي اللي حتي لي لا ما كاينش حاجه ما صح المهم كما كتشوفوا السيد هذا راه مسكين راه عرق دابا شويه ولا شويه دابا راه كان مسكين كان غي يموت بالجوع هذا الاشهار هذا راه هو لا 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 ما عندناش مع الاشارات حيد لينا الاشارات لي شابون هو شابون لا 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 ما عندناش ما عندناش مع الاشارات الحسين العز استنى كنت غطيه الحمد لله دابا تنينا شي كلمه لهاد هاد الوجبه اللي كليتي هاد الساعه اكلها دابا اكلها كاينين البحر والزبيدات وبطيشه حق بطيشه وزبيدات وهريسه وبرد ديال اتاي واحد الجبانه ديال الديسير وربك الله الحمد لله شبعنا في العشاء من جوج ديال 4:30 5:30 تقريبا 4:30 5:30 ايه في السيخ الضريبة صغار زيد ومن بعد شنو غدير؟ بعد صافي نمشي في واحد السيد راه هو بوكريشا راه هو كي اه مسكين خاصنا نمشي نشوفوه حتى هو نشوفوه ديريكت بكريشة تا هو خدام بكريشة بكريشة كيلعب بكريشة كيلعب تيجو السلام عليكم السلام عليكم خويا كي داير؟ خويا خدام دي جي بكريشة دي جي نصرو دي جي سداري بكريشة علي باطمة هو هذا باطمة 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 ولا باطمة باطمة شوف هنا خويا شوف خويا كنهضروا معاك خويا بغينا نديروا معاك استجواب اخويا دينا الدي سي فين الدي سي بغينا نعرف شنو من الدي سي خويا باسم كيسمى من الدي سي وا خويا تذكر ما مساليش مساليش قيد خويا